دائما بنحكي بفصل الشتاء انه في كثير امراض بتزيد بفصل الشتاء. طبعا في امراض ناتجه عن قله شرب المياه مثل التجفاف وغيرها من الامراض. بعض الناس بيصير معهم مشاكل بوليه جد كثير، التهابات ما الى ذلك. البعض بيربطها بانه هو ما بيشرب مي كثير. تماما يا سلمى، مشكلة التهابات المسالك البولية يعني هي مشكلة بتصيب جزء من الجهاز البولي ويمكن بتزيد بفترة فصل الشتاء، وخصوصا يمكن النساء أكثر عرضة لهذا الموضوع، ممكن يكون له أعراض كتير مزعجة ومؤلمة. لنحكي اليوم أكثر عن هذا الموضوع، أسبابه وطرق الوقاية وأيضا العلاج، أمور كتير رح تخبرنا عنها ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة روبا نشواتي، اختصاصية في أمراض الكلية رئيسة شعبة أمراض الكلية بمشفى دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم كتير بنسمع عن شيء شائع أنه والله شو مشكلتك، طلع معي إنتان بولي. بداية شو سبب الإنتان البولي، ليش بيصير عنا هاي الحالة، بعدين ندخل بقى بالتفاصيل الثانية. هلا الإنتانات بولية إلى كتير أسباب. أشيع سبب هو الإنتان العفوي اللي هو سبب انتقال جراثيم من الطريق الهضمي للطريق البولي، إنه يلعب على بعضهم هدول. هل بالإضافة طبعا في عندي أمراض وراثية، في عندي أمراض أخرى مزمنة ممكن تأهب لحدوث الإنتانات البولية لأنه بتغير بتركيبة الجسم، أو خليني أقول بتركيبة الفلورا الطبيعية، جراثيم الطبيعية الموجودة بالجسم. هلا الإنتانات البولية ذكرت الآنسة إنه بتصير عند النساء أكثر، مزبوط، لأنه النساء الطريق البولي الإحلي أقصر من الرجال، فبالتالي سهولة الجراثيم وصول المثانة أكثر، والمثانة هي عبارة عن كيس خلينا نسبها. هلا هذا الكيس بيجمع فيه البول، بس يتجمع البول بصير وسط ملائم لنمو جراثيم، فإذا فاتت جرثومة عليه بتتكاثر بسرعة وبتعمل لي إنتانات وبتعمل لي مشاكل. تمام، خلينا نحكي اليوم عن أبرز الأعراض، وخصوصا أنه في هذا الموضوع ممكن يسبب مشاكل بالكلية، مشاكل أخرى، يعني إذا تم تجاهل هالموضوع. الإنتانات البولية نوعين أساسيين، إنتانات بتصيب السبيل السفلي نحن بنسميه اللي هو المثانة أو التهاب المثانة، وإنتانات بتصيب الطرق العلوية البولية اللي هي عبارة عن الكلية والحويضة. فالالتهاب المثانة البسيط وعندنا التهاب حويضة وكلية، هدول الاثنين منفصلين. التهاب المثانة البسيط هو الإنتان البولي الشائع اللي نحن عندنا الناس بتشكي منه، شوية وجع، زحير بولي، يعني بحس حاله بده يروح على الحمام كتير، أحيانا بيفوت ما بيقدر يبول كتير، بيقول المريض إنه أنا عم ينقط تنقيط، كل دقيقتين بده يفوت بس عم يطلع نقط بس. هلا هي أعراض بتدلي على إنتان بولي سفلي، عادة ما بيكون عامل حرارة، ما بيعمل وهن عام، هو عرض الأساسي إنه بيفوت كتير على الحمام. بيتأخروا شوي لأنه مثلا مثل هلا كنت عم تحكي بالبرد، بيفكر حاله إنه من البرد أخذ برد عم فوت. بعد شوي بعد يوم يومين ثلاثة بيحس إنه لا أنا دفيت حالي بس لسه، فساعتها بيروح بقى لعند الدكتور. فمشان هيك بالشتاء بتكتر أكتر لأنه بتتأخر شوي اكتشافها بالشتاء. الإنتان السبيل البولي هو حالة متطورة أكتر من الإنتان السفلي. الإنتان السفلي إذا ما تعالج بيعمل لي إنتان علوي. الإنتان العلوي بقى بيعمل لي أعراض جهازية اللي هي ارتفاع الحرارة وعروقات، وممكن يعمل لي نقص شهية، ممكن يعمل حتى درجة من السبات، خليني أسميه لك إياها، عند الكبار بالعمر. الكبار بيتأثروا أكتر في من الشباب. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي، في بعض الأمراض المزمنة هي مؤهبة لهي الإنتانات، وبالذات يمكن مرض السكري كتير بنسمع عن، يعني كل ما ارتفع هذا الموضوع لأنه عدم ضبط سكر الدم يعني هو أبسط شيء الإنتان البولي، بس في عندي كتير زيادة تانية ممكن تصير معنا بسبب عدم ضبط سكر الدم. الأشخاص التانيين اللي ممكن يكون عندهم مثلا البدانة الشديدة، هي بتأهب لأنه بتعمل لي وسط كتيف، فهي بتأهب كمان لزيادة الإنتانات البولية. طبعا والعناية الشخصية، كثرة المطهرات والمعقمات ما بتفيد، بتأذي خاصة عند السيدات. نفوت على الحمام بشكل متكرر، ما بيصير نعلم الولد من هو صغير إنه أنت ما بصير تروح على المدرسة الصبح وتضل الظهر لتروح على الحمام، لا، أنت لازم كل ساعتين ثلاثة تفوت على الحمام تفضي المثانة تبعك لحتى ما يتجمع عنا البول، وما يصير في عندي وسط كمان مؤهب للإنتانات البولية. هي عبارة عن أشياء بسيطة نحن ممكن نعملها بالنهار بالإضافة لشرب الماء طبعا، كتير بتساعدنا وبتبقينا لقدام من حدوث إنتانات بولية. أكيد دكتورة، بس أنا آخر سؤال قبل ما نختم اليوم، في كتير أمراض هي مزمنة كمان بولية، منها المثانة العصبية، المثانة اللي بيقولوا عنها الخاملة أو الضعيفة اللي ما شغلها يعني شوي ما نصح، من سلس البول، غيره من هاي الأمراض، كمان هدول الأمراض هن بيأهبوا للإنتانات البولية؟ أكيد أكيد هدول الأمراض بتأهب للإنتانات البولية، وكل المرض له الحل تبعه حسب التشخيص تبعه. يعني حتى سلس البول هو له عدة أسباب، فأنت بدك تشوفي شو السبب وتعالجي، ما كلياتهم علاجا واحد.
واحد، لكن اكيد عدم معالجتهم بتاهب لحدوث انتانات بوليه بشكل كثيف وممكن تاذي لي الكليتين بالنهايه بشكل شديد يعني. شكرا لك دكتوره على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله الكل اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا من هاي المعلومات. شكرا لكم، صباحكم خير. شكرا لك دكتوره. ولا خلينا نقول بساطه توصيل المعلومه، يعني بتوقع اي حدا اليوم حضر الفقره قدر يفهم، مثل ما عم بيقول مخرجنا كمان قدر يفهم المعلومات. الحمد لله. شكرا كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا. شكرا لوجودك.